النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة بحول الله. نهار اليوم ساد طقس خريفي معتدل في عموم المناطق. انخفضت درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، كما انتشرت كميات من الغيوم المنخفضة فوق المرتفعات الجبلية خلال ساعات الصباح. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي حرارة حول المعدلات تبقى مستمرة خلال طيلة الفترة القادمة، واستمرار فرصة تشكل الغيوم والضباب صباحا فوق المرتفعات الجبلية، وليالي باردة نسبيا تستدعي لبس ملابس أكثر دفئا خلال ما تبقى من الأسبوع الحالي وخلال عطلة نهاية الأسبوع. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كميات من الغيوم المنخفضة فوق المرتفعات الجبلية خلال ساعات الصباح الباكر، هي ناتجة عن ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية بالتزامن مع انخفاض في درجات الحرارة. هذه الظروف الجوية عملت على تشكل هذه الغيوم المنخفضة، بينما انتشرت كميات من الغيوم العالية فوق المنطقة الشرقية وأجزاء من البادية الجنوبية. نذهب الآن وإياكم إلى خرائط توزيع الكتل الهوائية من يوم الأربعاء وحتى يوم السبت، حيث نلاحظ اندفاع لكتلة هوائية ذات درجات حرارة معتدلة من البحر الأبيض المتوسط شرقا باتجاه بلاد الشام. هذه الكتلة الهوائية المعتدلة يتوقع أن تبقى تسيطر على المنطقة خلال ما تبقى من الأسبوع الحالي وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تبقى درجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام. نهارا يسود طقس خريفي معتدل، أما ليلا يصبح الطقس بارد نسبيا وترتفع نسب الرطوبة وتتشكل الغيوم المنخفضة والضباب فوق القمم الجبلية العالية. نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس بارد نسبيا 15 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم المنخفضة. أما بالنسبة للثلاثة أيام القادمة يوم الخميس 26 درجة مئوية، أما الصغرى 15، أما يوم الجمعة تنخفض درجات الحرارة تسجل 24 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 17، وتحافظ درجات الحرارة على نفس القيم يوم السبت تسجل 24 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 18 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.